بنات ولاو كيبيعوا الاسم كلينا من تحت النايبيا. كبارا كان سيت نبدل بوليكوش كخيز كاردياك مت وانا فوق الموتور وخا ما دخلت الاول. باركم الدراري ما خلانيش نركز على الليريكس بالرجولة صاحبي برزتني. ياهو يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في جديد ورياكسو جديده يوميا. دابا غادي نبقاو نلوح لكم فيديوهات، وكاين النهار اللي غادي نبقى نلوح لكم حتى جوج فيديوهات، دونك غير اكتيفي ديك الجرس وبقى تسنى، يعني غادي نمرضكم فيديوهات هاد الايام هادي. سو الدراري اليوم معنا يوسف 45 الرقم 27 حلمي انكسر. الله يا ودي على عناوين الدراري. سو جايز باش بلا ما نطول عليكم باش ندوزو الرياكسيون نيشان، حيت بان لي مازالين نشير واب غادي يلوحوا اليوم بالليل، يعني كاينه الخدمه اليوم بالليل، يعني غبقى عصر ليا على اليوتيوب ديالي. هادشي اللي كاين، ولكن قبل اي حاجه كاين واحد البلان فهمتي العاقه. دابا الدراري غادي تهبطوا لتحت الديسكريبشن تلقاو واحد ليا ديال واحد الصات تا هو تيغني الراب ديابلو انا بخير، دخلوا تشيكوا البلان، عجبك هي هذيك ما عجبك صافي خرج فحالك. هادشي اللي كاين الدراري، باش ما نطول لكم. لك حتى اول مره تشوفني مالك الا انك تهبط لتحت افر قاعدين ما ديك سبسكرايب، دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديو ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بوسحاق.برود، لا بغيتي تبقى تشوف لا رياكس وتشوف البلانات وتشوف اللايفات قبل فوالا، حيت تما تندير رياكسو لايف، يعني بنادم اللي تيتفرج في اللايف تيحضر رياكسو. هادشي اللي كاين الدراري كيف ما العاده. يا 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 اهو رش سكو تمسكو يوسف 45 يوسف 45 تكون زعما كاينه شي حاجه حساسه فهمتي البلان كيفاش داير. بيس بيس الا كان شي حاجه حساسه يكتبوها الليريكس. بنادم بالع صباغات الضفران سايكو عاد الضفران الراس طاعات. كاينينش الليريكس الدراري، دونك خصنا نركزوا مع الليريكس. كنت باغي نقرا الليريكس صح ما كاينينش. بنادم بالع صباغات الضفران سايكو عاد الضفران الراس طاعات الضفرات داير الفرطه في كاتر كوان بيكوز اندار ما يخاف غير مرمينا وشحال مقام قام شهر على جوان سر تفك درها فيك بلان بيكوز اندار ما يخاف غير مرمينا وشحال مقام قام شهر على جوان سر تفك درها فيك تفك انا كون باقيه موسيقى الاخوان وداش غنقول لك بنات ولاو كيبيعوا الاسم كلينا من تحت النايفيا. بنات ولاو كيبيعوا الاسم كلينا من تحت النايفيا. قود مقودة هاد النوطة هادي مقودة مقودة باغية موسيقى الاخوان وداش غنقول لك بنات ولاو كيبيعوا الاسم كلينا من تحت النايفيا. دراري كيتقبوا البيرمي كيدخلوا بوليس في الجدرمية. هاد الحرام كيدخلوا بوليس في الجدرمية. صاحبك اللي عنده فيلا هو اللي باقي دابا كيسعى فيا. صاحبك اللي عنده الفيلا هو اللي دابا باقي كيسعى فيا. هذا شي كلاش، هذا شي بلان، هذا لمن هذا ايرون ما نقدرش نقول حيت ما عرفتش. بالله هو اللي باقي دابا كيسعى فيا كتبقى فيا الوالده كندير المشكل انا تسعر هي خلوني بوحدي تيعافاكم. هاد القضيه صاحبي بنادم تيدير المشاكل راه الوالدين هما اللي تيطيحوا فيها صاحبي. انت راه عند امك عند امك عادي انا تسعر هي خلوني بوحدي تيعافاكم وجه الله ما نساو شنو سميتي اراكم شو مشيتو عاد ما بقاو عارفين كشنو كليتي شنو شريتي شنو خديتي شنو خبيتي ما نسيتو عاد ريسبيري انسبيري وزيد ليريكس بور ليتو الا ما بقيناش معاك حيت انت كل مره مع واحد صيسيتو شحال من صباغه كدير في ساعه وشحال المكياج عندو خبيتو يا خوميدو باح. دراري كاين شي كلاش، كاين شي واحد شتي كلاشي شي واحد فهاد اللقطه. شحال من صباغه كدير في ساعه وشحال المكياج عندو خبيتو يا خوميدو بحر عاد لونسيتو ما كاين بس بلي لونتي شوف بلوغ الموت سيت دو فون نفس اماره كونجي تشو تخدم عقلك بالحق دايم الله. ها اللي ما تنبغيش في يوسف 45 بحال هاد البلانات تخدم عقلك بالحق دايم الله شلا محاولة تقول على قبل اللي بغيناهم حنا نعوموا في ورد بخرار باليهم. نعاود هاد الدراري سوري ايام الله نزيد نرجع نفس اماره كونجي تشو تخدم عقلك بالحق دايم الله شلا محاولة تقول
على قبل اللي بغيناهم احنا نعوموا فود بخرار باليهم صغري كامل عمري قلت نحبس ونخدم عليكم وليدة صبلت حوايج الناس باش تقطع لي لا صالو لي كول صبروا غادي ها احنا بدينا رينيت صغري كامل عمري قلت نحبس ونخدم عليكم وليدة صبلت حوايج الناس باش تقطع لي لا صالو لي كول ويلي 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 عمري قلت نحبس ونخدم عليكم وليدة صبلت حوايج الناس باش تقطع لي لا صالو لي كول صبروا غادي كنقول شي مره غنقدك من هاد تيغني بحال تيبكي نو حيت انا تنسمع في الصوت بحال تيبكي وتيغني دم عليكم وليده صبلت حوايج الناس باش تقطع لي لا صالو لي كول صبروا غادي كنقول شي مره غنقدك من هاد الايرور تا جات الشامبيون شارك تما فين بدا يبان ديفيرونس دومي الفينال ولدي المراد كيف غادي ندير نجيب الدوا ليهم عيط ما نفكر تيبكي يا الدراري والله الا تيبكي يا صاحبي شامبيون شارك تما فين بدا يبان ديفيرونس دومي الفينال ولدي المراد كيف غادي ندير نجيب الدوا ليهم عيط ما نفكر الشو البرد يا ربي لما يبانش بريكول والو ما كانش بقات لي غير السرقه تجاني بوليس يقود بعصا اليد هرس لي حلم بكى لي اب وقت لي ام على ود جوج دريال وبنت سيكليس وعندي مطار سيمانه خدام وفي الويكاند كنهزهم شي ندار كلميني هنا واش تيجسد شي بيرسونيل ولا شنو حاش دوا على شي بحال شاب زعما كاين تكسر له الحن ديالو شويه سيكليس شويه اب شويه كذا غيخربقني دين ما غيخربقني سيكليس وعندي مطار سيمانه خدام وفي الويكاند كنهزهم شي ندار كلميني حاضر كبار بالماطر بزاف ديال العياقه فيهم كلشي كيتخاطر وانا قلت قادر باش نربحهم اليوم الربح 4000 درهم والبنت لي ماك شيطان ولا كيقول لي غير براك كابرش كنلصقها ما نفاك لا طغوت بالدونس ودي سات خمس دي وساطا ومحتاج ديك براكان نسيت نبدل البوليكوش كخيز كاردياك هاد المرض هذا ما تيتسالالوش ليه فاك لا طغوت بالدونس ودي سات خمس دي وساطا ومحتاج ديك براكان نسيت نبدل البوليكوش كخيز كاردياك مت وانا فوق الموتور واخا ما دخلت الاول فاركم الدراري ما خلانيش نركز على الليريكس بالرجوله صاحبي برزتني مت وانا فوق الموتور واخا ما دخلت الاول دراري تراك فريمون اي لايك ات يعني فكم ما يكونش يكون شي بلان بحال انكسر قلبي بحال هذاك التراك ديال مشات لي سميتو فاك اصاحبي مع هو عنده مليون تراك قال لي تكتبهم باللغه العربيه عرف شي تراك خصك تركز انا برزتني في الكوبلي الثاني فريمون واخا الكوبلي الثاني توشاني اكثر من الكوبلي الاولاني فريمون الدراري بلان فهمتي انا خربقني الكوبلي الثاني بالرجوله وشي نويطات مقودين الكوبلي الثاني غنى بواحد بحال بواحد الفوا ديالو تيبكي فوالا تما فين انايا برزتني ديال بصح هادشي اللي كاين الدراري يعني شوف فكم ما تشوف في التيتر ديال يوسف 45 بلا ما تسنى انني نقول شي حاجه خايبه على التراك بالرجوله حاش بالرجوله بلان مقود بلان مفرقع فريمون الدراري كانوا في اللايف دابا راه تيكتبوا لي باللي راه البلان نقي هادشي اللي كاين الدراري سو تسناو يعني لوحد الفيديو هذا ان شاء الله ولكن تسنى راه مازال لي غياكس اليوم غادي يكون بالليل يعني في اي لقطه يقدروا يلوحوا رواب بزاف هادشي اللي كاين لو كنتي اول مره تشوفني مالك الا انك صفات لتحت فرقه ديال ماديك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون الاوائل تشوف فيديو ديال يوسف بوسحه تلاحل عندي الانستغرام اللي هو بوسحه.برود غادي نعاودها شوف بغيت تبلبل حيت باغي نكمل 10 كا اليوم ولا في هاد السيمانه كاع انا نبقى نعيق عليكم اليوم هادشي اللي كاين الدراري وكيف ما العاده يا 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 اهو رش سكو يا 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 اهو بنات ولاو كيبيعوا الاسم كلينا من تحت النايفيا